صحيح. يعني في البداية بحب أنوه إلى شغلة مهمة جدا. يعني أنا مش مستغرب أبدا الوجوه الموجودة في الحضور، لأنه لأهمية مقدم المحاضرة ولأهمية الموجودين كمان. فأهلا وسهلا فيكم جميعا، سعادة السفير شرب العون، سعادة الشيخ فؤاد أبو حمدان رئيس لجنة التجارية اللبنانية، سعادة العين الدكتور طلال أبو غزالي، ضيوف الكرام، أهلا وسهلا فيكم جميعا. أشكركم على تلبية دعوة لجنة الجالية اللبنانية برئاسة الشيخ فؤاد أبو حمدان وبرعاية سعادة سفير لبنان. يشرفني أن أقوم هذا المساء بتقديم سعادة العين الدكتور طلال أبو غزالي في لقاء محبة وتقدير لخبير اقتصادي عربي لمع اسمه على المستوى العربي والدولي لما لديه من رؤية مستقبلية وإبداع وإخلاص في عمله طوال هذه السنين في خدمة الاقتصاد والمجتمع العربي أجمع. ولد سعادته في مدينة يافا، ثم انتقل وهو يافع السن إلى قرية الغازية اللبنانية والتي تبعد حوالي ساعتين عن مدينة صيدا. أكمل تعليمه هناك، ثم تابع تعليمه الجامعي في الجامعة الأمريكية في بيروت، حيث حصل على منحة دراسية كاملة. وبعد التخرج حصل على أول عمل له في شركة تدقيق حسابات. دكتور طلال أبو غزالي هو المؤسس ورئيس مجلس إدارة أكبر مجموعة مهنية عربية دولية في مجال الخدمات المهنية، كما أنه المؤسس لعشرات الهيئات والمنظمات والمجامع المهنية التي تعنى بالتنمية والمحاسبة والإدارة والملكية الفكرية وبناء القدرات. مؤسساته تحاكي العصر، فهو اتخذ من تقنية المعلومات وثورة المعرفة نهجا وثقافة ومناخا ونظاما للحياة لا بل للأعمال. في هذا السياق فقد أسس الدكتور طلال أبو غزالة عام 72 شركتين، هما شركة طلال أبو غزالة وأبو غزالة للملكية الفكرية، حيث اختصت الأولى في مجال المحاسبة بينما اختصت الثانية في مجال الملكية الفكرية. ومنذ ذلك الحين أسس ما يزيد عن 14 شركة للخدمات المهنية المتخصصة في مجالات متنوعة مثل الإدارة والاستشارات والخدمات القانونية وتقنية المعلومات وغيرها، وتضم المجموعة أكثر من 750 مهني من مختلف التخصصات يعملون من خلال مكاتبها، وعددها يزيد عن 50 مكتبا منتشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكاتب تمثيلية في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية، مما يجعلها تنفرد بكونها الشركة الإقليمية الوحيدة التي تعد شركة دولية ومتعددة اللغات. برع طلال أبو غزالي في تحويل المصاعب التي واجهته في مراحل حياته إلى متع، وكانت تشجعه على الاستمرار ويعتبرها نعمة للحياة. فقد كتب عليه الكفاح منذ صغره، وتعلم كيف يواجه الصعوبات، واعتاد على النجاح والتفوق في حياته العملية. يؤمن الدكتور طلال أبو غزالي بأن عقل الإنسان ينبض بالأفكار كما ينبض القلب بالدماغ، وأن الدماغ كالعضلة تنمو بالمران والممارسة، وإذا أهمله الإنسان لا يضمر فحسب، بل يرتكب صاحبه جرما بحق أهله وأمته. واعتمادا على هذا صنع بعزم وبإرادة قوية ملحمة نجاح اسمها مجموعة طلال أبو غزالة، وفيها كبر وأبدع ونال الأوسمة الرفيعة وأسس صروحا للعلم والمهن وألف المعاجم، فهو دارس من الطراز الأول، وتسجل له وللمجموعة مواقف إنسانية واجتماعية كبيرة جدا. إضافة إلى المناصب العديدة التي تقلدها، أبرزها
رئيسا للائتلاف العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية التابع للأمم المتحدة وعضوا في مجلس الأعيان الأردني. اليوم أصبح طلال أبو غزالي علما من أعلام الفكر والثقافة ورجل أعمال على المستوى الدولي. دعونا نرحب بدكتور طلال أبو غزالي معنا. يعني أنا المزبوط إذا تسمح لي أعلق، يعني لما حاولت أدخل على الويب سايت أشوف معلومات عن دكتور طلال أبو غزالي يعني ذهلت، هذه المزبوط بدها محاضرات مش محاضرة، بدها محاضرات كبيرة. فأهلا وسهلا فيك. كريما في خلقك وكريما في تقييمي بما لا أستحق. لا سيد بالعكس، لكن هذا الخلق اللبناني الكريم. أهلا وسهلا. بتحب نخلي الأسئلة للأخير ولا بتحب إذا في أسئلة؟ لا برحب، أنا هتكلم لفترة قصيرة جدا غير على عادتي، أنا يعني متكلم مع الأسف، أستمتع بالكلام بس راح أحاول أقاوم الكلام ليكون هنالك حوار أكثر، لنرد على أي أمور تكون أكثر اهتماما لكم. في البداية أولا أنا سعادة الأخ العزيز السفير الحبيب، أنا أعتبرك سفيري أيضا لأنني قضيت في لبنان أكثر مما قضيت في فلسطين، وأنا ولدت في يافا سنة 38 وتركتها 48، 10 سنين، بينما قضيت في لبنان 12 سنة، وبعدها من 48 ل 60 احس بيها يعني وين الغلط. لازم، ما هو انا عندي هون املؤي وظيفتها ان تكتشف اخطائي. من 38 ل 48 10 سنين، من 48 ل 60 12 سنه، وين الغلط؟ ما بتحتاج اوديتر زعما عندي ما بعرف حساب بس الحسبه مضبوطه. ثم انتقلت الى الكويت ثم الى الاردن. فبالنسبه لي لبنان ايضا، بالاضافه لذلك انا تعلمت في لبنان، يعني قضيت فتره تكويني وفضل لبنان علي، وطبعا تزوجت من لبنان، فكانت يعني لبنان له فضل كبير علي. أنا بالبداية بدي أشكرك سعادة السفير على خلقك، طول عمري بعرف أن خلقك عظيم وحنون وكريم، ولكن كونك لم تلغي هذه الدعوة بعد أن طردت من مجلس الأعيان هذا يدل على زيادة الخلق. فأنا كنت متوقع كل يوم قاعد جنب التليفون تتصل تقول لي والله جدت ظروف، فبلاش الندوة، يعني الوقت مش مناسب. فأشكرك أنك خليتها، يعني أكرمتني. هي جدت ظروف أكدت. فبداية الحمد لله أنه لسه بعد يعني مقبول برغم من ذلك. أنا كنت في بيروت الأسبوع الماضي أيضا، وكان لي شرف اللقاء مع المسؤولين وللحديث عن كثير من الأمور التي نتمنى أن نستطيع أن نخدم ونؤدي دورنا فيها في لبنان. لبنان له مكانة عند كل عربي، وأنا كعربي أعتز بأن أخدم لبنان بكل ما أستطيع. فعلا أنا تفضلت بأني تعودت على النجاح، الحقيقة أنا تعودت على الفشل، أنا فشلت بحياتي أكثر بكثير مما نجحت، والمرات التي وقعت فيها لا تحصى، ولكن كل مرة كنت أقول أنني يجب أن أبدأ من جديد بطريقة أفضل، وأنه إذا وقعت وفشلت لأني أنا غلطت وليس لأن الظروف أخطأت أو أساءت إلي، فكيف أنجح المرة القادمة؟ ما هو الأسلوب الذي يعوضني عن الفشل؟ والفشل نعمة كما المعاناة نعمة، مثل ما ذكرت أنا يعني أعتقد أن المعاناة نعمة، وكل من يعاني له عليه أن يشكر ربه لأنه أعطاه نعمة المعاناة. مش هندخل في هذا الموضوع، هذا موضوع محبب إلي كثيرا، خلينا ندخل في موضوعنا الاقتصاد العالمي بس كمدخل أول. الاقتصاد العالمي في أزمة، ومعي ما الكثير من المواد في عقلي وفي ذهني وفي دراستي، أنا قارئ وأصرف الوقت الطويل في الدراسة، أنا تلميذ، وقراءتي تدل على أن العالم الغربي بأكمله
يعاني من أزمة اقتصادية خطيرة ستستمر لعشر سنوات على الأقل، وهذا توقعته أنا منذ بدأت الأزمة المالية والتي تحولت إلى أزمة اقتصادية. الأزمة انتقلت من القطاع الخاص إلى الدولة، الآن الدولة هي التي تعاني، والدول عندما تعاني تفلس بأن تصبح عاجزة عن أداء خدماتها للمواطنين، وهذا يؤدي إلى ثورات اجتماعية سنراها في أوروبا وفي أمريكا وفي اليابان أكثر من رأيناها في بلادنا. هذا اجتهاد، والأيام تثبت صحة الاجتهاد أو عدمه. العالم الغربي مقبل على ثورات شعبية اعتراضا على برامج التقشف التي لم تبدأ بعد. يعني كل اللي عم نسمعه عن التقشف هو لسه تسالي، التقشف القادم أكبر بكتير، لأن العجوزات والأوضاع الاقتصادية الحكومية، المشاكل الحكومية كبيرة جدا، وممكن نتحدث عنها بالتفصيل إذا حبيتوا أرقام وبيانات. في الوقت ذاته الاقتصاد العربي في ازدهار، يعني ما حدا يقتنع بأن الأزمة العالمية هي بالشرط أزمة لكل العالم أبدا، بالعكس الأزمة العالمية تشكل فرص لبقية العالم. ونظرية القديمة بأنه إذا عطست أمريكا العالم يصاب بالنيمونيا انقلبت، إذا عطست أمريكا العالم يصبح صحيا أكثر، هذا حقائق التاريخ والواقع الحالي. فإذا نحن في مرحلة ازدهار اقتصادي قادم في المنطقة على درجات مختلفة. طبعا ما فيش ممكن أن تكون الدول كلها تنمو بنفس النمو ولا بنفس الازدهار. في نفس الوقت الذي نمر فيه بهاي الفترة من الازدهار جاءنا شيء بسموه العالم، اختراع كلمة غربية هي الربيع العربي، Arab Spring. هذا أدخلت إلى القاموس العربي من اللغة الإنجليزية، يعني هي أصلا ترجمة لكلمة استعملوها الكتاب الغربيين والإعلام الغربي اللي هي Arab Spring. لا، هذا ليس Arab Spring ولا ربيع، ما نحن فيه هو النهضة العربية، واللي بقرأ التاريخ والجغرافيا بيعرف أن كل الدول بعد فترات أو سنين من الانحطاط كما حصل في أوروبا، ومش عيب، أوروبا مرت بمئتين سنة من الانحطاط الدارك ايجز، ثم جاءت فترة الازدهار واستغرقت عملية الانتقال 20 سنة. فإحنا مش لازم نتوقع، لذلك أنا بقول مش ربيع، ما فيش إنه تعمل سويتش وتنتقل من وضع إلى وضع، يجب أن نمر في الوطن العربي مرحلة معاناة بألم بخسائر أقل بكثير مما خسرت أوروبا في فترة الانتقال إلى الازدهار. والتاريخ اللي قرأوا التاريخ بيعرفوا قديش أوروبا عانت وتكبدت من خسائر مادية وبشرية ومعنوية إلى أن انتقلت إلى عصر الازدهار. إحنا سنمر بهالمرحلة وإن كان بفترة أقصر بسبب تقنية المعلومات والاتصالات. الاقتصاد العربي بنتيجة النهضة العربية ستزداد قوته وتزداد مناعته. طبعا رح نلاقي مقاومات كثيرة ورح نلاقي مشاكل كثيرة، منها داخلي، منها القوى كانت مستفيدة والتي ستحاول أن تقاوم أو أن ترجع أو أن تجد لها ظروف جديدة، أو من قوى داخلية جديدة ستبرز. طبعا طبيعي، القضية مش رحلة صيد، مش أكلة تبولة، الحكاية فيها كثير من التعقيد، أو تدخلات خارجية. احنا يجب ان لا ننسى، خصوصا عندما نتكلم عن الصراعات الطائفية اللي موجودة في المنطقة، واللي هي اذا كان نتذكر يعني او اللي قرأوا التاريخ، في شيء اسمه ينون بلان، خطة اسرائيلية من 30 سنة مرسومة لضرب الاديان والطوائف في المنطقة وتقسيم المنطقة لكي تستطيع أن تبقى هي القوة المسيطرة،
والعقل اليهودي دائما بعيد النظر أكثر منا بكثير، وإن كان عيوبه الأخرى لا تقاس، من الأنانية، من العنصرية إلى آخره، ولكن في التخطيط البعيد يخططوا ويفكروا. يعني قبل مثلا أن تظهر بريطانيا كانوا غيروا البارودة وانتقلوا مع البريطانيين، قبل أن تنهار الإمبراطورية البريطانية كانوا قد حولوا إلى أمريكا، يحسبوا الأمور إلى الأمام. فكان تفكيرهم دائما أنه إحنا هاي المنطقة حتى نقدر نسيطر عليها لازم نعمل فيها مشاكل لكي لا تخطو. وكان تفكيرهم من الأساس أن العمود الفقري هو العراق، لذلك يعني خروج المسيحيين من العراق لم يكن صدفة، والتركيز على ضرب العراق لم يكن صدفة. وهذا المشروع ماشي في الدول العربية الأخرى، في مصر، في لبنان، في كل مكان، محاولة أن نخلق صراع ديني وطائفي، وأيضا لتقسيم المناطق لتبقى هي القوة المسيطرة. إسرائيل أو العدو الصهيوني يدرك أن الحكم الأمريكي للعالم محدود الفترة، وأن اليوم طلع تقرير يلفت النظر بأن هنالك أصوات تنادي في أمريكا بتخفيض الموازنة التي تقدمها أمريكا للعدو الصهيوني. على فكرة هم 50% من كل المساعدات الخارجية التي تعطى للعالم كله تذهب إلى العدو. طيب لما أمريكا عندها هذا العجز والذي يتزايد، لابد أن تخفض من ميزانيتها الخارجية، ومهما كانت حريصة ستضطر أن تخفض على 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 من ميزانية الدعم للعدو. ولما أقول العدو بقصد اللي هو الإسرائيل، لأنه ما فيش عندي عدو في الدنيا إلا هذا العدو. الباقي ممكن نختلف معه، ممكن نتصارع معه، بس العدو الوحيد الذي هو جاء كسرطان في جسمنا ليفسدنا ويقضي علينا ما فيش إلا العدو الإسرائيلي. الآن الحديث مش سياسي، ولكن أريد أن أقول أن من العوامل التي سنواجهها في هذه الفترة من التحول، وشفناها في مصر وشفناها في دول العربية الأخرى، هي محاولة التدخل الخارجي أيضا لإفساد هذه النهضة. بالنهاية نستطيع أن نقول أننا سننتصر، أنا ما عندي شك إطلاقا بأننا قادرين في كل الدول العربية، لأن عنا من التاريخ ومن الحضارة ومن الثقافة ما يكفي. إحنا مش أمة ولدت مبارح، عمرنا ألاف السنين كأمة عربية، ولنا في تاريخنا وحضارتنا ما يعطينا القوة للصمود وبالنهاية الانتصار. كان دائما أنا أذكر بديغول، كان دائما على طاولته كتب التاريخ وعلى حيطه خرائط العالم، ويقول لا يمكنك أن تتخذ قرار صحيح بدون الرجوع إلى التاريخ والجغرافيا. وإحنا بحكم التاريخ والجغرافيا الأمة العربية أمة عظيمة. العلاقة بين الاقتصاد والسياسة لا أريد أن أدخل فيها، لأني لا أفهم بالسياسة ولا أصلح للسياسة، وعشان هيك طردوني من مجلس الأعيان. فأنا يعني كنت يعني يعني مرات الواحد أيضا لازم يشكر ربه لما ينطرد، مش حتى المعاناة يعني نقول ما تصدقني هيك. فالمهم أنا أقول أن الاقتصاد ترابطه وثيق جدا مع السياسة، وأنا أريد أن أتكلم عن جانب واحد معين من الاقتصاد اللي هو الفساد أو الفساد الاقتصادي. الفساد الاقتصادي كان في أساس هذه الثورات كلها، يعني النهضة العربية القائمة حاليا أحد عوامل ودوافعها كان الفساد الاقتصادي. والفساد الاقتصادي إحنا مرات مع الأسف نظنه أنه رشوة أو أنه واحد يأخذ عمولة، هذا جزء قليل جدا من الفساد. الفساد الكبير مختلف عن هذا. الفساد الكبير هو الفساد المنظم، عندما يكون هنالك مجموعة تسيطر على الموارد وتديرها. والفساد الكبير عندما ثروات الدولة توجه إلى مصلحة عدو خارجي، كما حصل بالنسبة لصفقة الغاز في مصر، وكما حصل بالنسبة للنفط في ليبيا. هذا الفساد الكبير. الفساد أكبر بكثير من الرشوة. الفساد الكبير عندما لا يعطى المواطن نفس الفرصة في العمل، في التعلم، في الحياة. هذا أكبر من أن واحد يأخذ كوميشن. يعني عندما أنا لست في رزقي وفي تعليمي وفي كل حياتي لست متساويا مع المواطن الآخر، هذا فساد.
فكل ما يتعلق بالفساد الاقتصادي كان في أساس. ولذلك من أهم المواضيع التي يجب أن نركز عليها في هذه النهضة هو منع أو محاولة من تقليل نسبة الفساد إلى المعدلات المقبولة. الفساد موجود في كل الدنيا بس في له معدلات مقبولة وفي معدلات سائدة، فنحن بدنا نوصله إلى المعدل إلى الحد الأدنى المقبول. هل نحن أمام مشروع شرق أوسط جديد كما يكتب بعض الكتاب والخبراء والأساتذة المحللين؟ أنا أقول لا، لأن أنا أحكم على الأشياء كرجل أعمال بنتائجها، يعني البوتوم لاين، أعطيني نتيجة الميزانية ونتيجة الأرباح والخسائر. هل كان من مصلحة المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الجديد أن ينهار نظام حسني مبارك ويأتي نظام جديد؟ مش يعني صعب أن يقبل عقلي أن هذا في مصلحة المشروع الأمريكي، صعب. كذلك في تونس هل كان في مصلحة؟ في كان أحسن من بن علي، في أحسن من القذافي، في يعني الكلام كله واضح بأن كل ما حصل هو ضد المشروع. فمن ما نقبلش فكرة إنه هاي مؤامرة أمريكية جديدة. إيماننا بهذا الشعب العربي العظيم يجب أن يقول أن هذا الشعب أراد النهضة ليصبح في قمة العالم وفي قيادة العالم كما كان كل تاريخه. فيعني هذا تقليل من 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 قدرات هذا الشعب خصوصا الشباب، وأنا الآن أريد أن أركز في هذه النهضة على دور الشباب. الشباب اللي هم أحفادنا مش حتى أولادنا، لأنه أولادنا أولادي، أنا بحكي عن نفسي، أولادي صاروا أكبر مني، أنا بتكلم عن عن الأحفاد. الأحفاد هؤلاء هم الذين سيقودوا هذا العالم، وهذول الأحفاد قدرتهم المعرفية لا يمكن أن تؤثر فيها تصريح أو تقرير أو 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 خطاب، لأنه عنده قدرة أن يدخل إلى كل المعلومات في العالم ويختار ويحلل، وهو قادر أيضا أن يصنع المعرفة ويصنع المعلومة أكثر مني. فلذلك أنا إيماني بأن هذه النهضة فيما يؤمن هذا الجيل العظيم من شبابنا، وإحنا أم شابة، وهذه أيضا ميزة إضافية، يعني إحنا نختلف عن دول العالم. كانوا زمان يقولوا أنه إحنا على أيام أجدادنا كانوا يجيبوا أولاد كتير، لأنه كل ما زاد عدد الأولاد كل ما زاد المحصول. يعني أنت بالحديق بالحقل الإنتاج أكثر. والآن أيضا نفس الشيء في عصر المعرفة، كلما زاد عدد الشباب كلما زاد الإنتاج، لأن صنع المعرفة هو من خلال تقنية المعلومات، وصنع الثروة هو من خلال تقنية المعلومات. والدليل على ذلك أنه أغنى أغنياء العالم كلهم عمال معرفة، مش عمال نفط ولا عمال عقار، كلهم عمال معرفة، وما في لزوم من بيل جيتس لجوجل لسكاي كله. فإذا أنا مؤمن بأن هذه الثورة ستنتهي في فترة، يعني أنا أتوقع 3 أو 4 سنوات، سنمر في 3 أو 4 سنوات مرحلة انتقالية، ولكن سيخرج منها مجتمع عربي فيه حد أدنى من الحقوق، حد أدنى من المساواة، حد أدنى من الديمقراطية، حد أدنى من الإصلاح الاقتصادي، حد أدنى من كل ما يتطلب المواطن من احترام، وسينتج عنه ازدهار. أنا بعطيك تجارب شخصية، أنا أعمل في كل الدول العربية، عندي مكاتب بدون استثناء إلا ليبيا، وليبيا لم نستطع أن نفتح فيها مكتب لأنه سيف الإسلام أخذ قرارا بأنه إذا وجدوا في بعض زملائي هنا موجودين بيعرفوا الحديث أنه إذا بدك تفتح بليبيا لازم تكون شريكي، لازم أشاركك. وإحنا لا نشارك مسؤول سياسي في أي بلد في الدنيا ولا أي مسؤول غير مهني، وطبيعة عملنا أن شريكنا يجب أن يكون من نفس المهنة، ما مش تاجر ولا رجل أعمال ولا وزير ولا أمير. فبالتالي لم نستطع أن نشارك أي أحد، ورفضنا أن نشارك أحد في ليبيا، بس نعمل في ليبيا من خلال العمل من الخارج، وبالتالي نعرف ليبيا ونعرف الدول العربية الأخرى ونعرف التغيير الذي حصل، وخصوصا في مصر. مصر كثير مهمة، كل من يريد أن يعرف مستقبل الأمة العربية يجب أن يدرس مصر، مش الأردن ولا لبنان ولا سوريا ولا اليمن ولا قطر، مصر. مصر اللي هي التي ستحدد مسيرة هذه النهضة العربية. هذا تاريخ، حكم التاريخ وحكم الجغرافيا، يعني لسنا. وكل ما أنا دائما كنت أقول أن كل وضعنا السابق السيء سببه مصر،
وكل وضعنا القادم الخير إن شاء الله سيأتي من مصر، لأنها لها القدرة أن تغير وتحرك. وأنا مش بقول هذا مجاملة لمصر، أنا مش قاعد في جمهور مصري، إنما حقيقة الأمور أن مصر هي المحرك الرئيسي لكل شيء سلبا أو إيجابا في الأمة العربية، بما فيها القضية الفلسطينية، بما فيها كل قضايانا الرئيسية الجوهرية. فإذا نحن إذا راقبنا ما حصل في مصر، وأنا عندي مكتب يعني ذو أهمية في مصر، أهمية بالنسبة لنا، ما حصل بعد الثورة تغير هائل في بيئة العمل، والشركات كلها مزدهرة، أن الاقتصاد أن ينمو، التفاؤل بالمستقبل غير شكل. يعني أنت ما تطلع على اللي بيسمعوا على التلفزيونات أنه بيتجمعوا بميدان التحرير واعتراض، هذا كله اعتراضات سياسية ما لها علاقة بمسيرة الاقتصاد المصري. ونحن لنا تجارب مع الدولة المصرية كيف كان الوضع في السابق وكيف الوضع الآن في حرية العمل، في المساواة، في المنافسة الصحيحة بدون الاحتكارات والسيطرة على المرافق في الاقتصاد، في تغير هائل. هذا كله نتيجة ما أسميه بالنهضة العربية. نحن الآن نتكلم عن مستقبل سيغير مسيرة المنطقة ويؤثر في مسيرة العالم، مش بس المنطقة، هذه المنطقة لها أهمية أكبر بكثير من حجمها وأكبر بكثير من مواردها. يعني إحنا إذا ضمننا إنه إحنا دول غنية ومنطقة غنية بنكون عم بنضحك على أنفسنا، لأنه كل ميزانية هذه الدول أغلبها لا توازي ميزانية شركة جوجل، يعني وهذه في مجتمع المعرفة، وإذا قبل مجتمع المعرفة لا توازي ميزانية شركة نفط. فمن غرش بأنه حجم، ولكن أهميتنا كبيرة رغم أن حجمنا صغير. اقتصاد الوطن العربي كله كان أقل من إسبانيا، كل الناتج القومي العربي مجتمعا قد حجم الاقتصاد الإسباني، دولة واحدة ودولة مفلسة الآن. أنا بقول ليش نحن أصبحنا في وضع هام، لأنه المعادلة والموازين عم تتغير. الدول الغربية كلها تتجه إلى الانحدار، ومش أنا اللي بقوله، أنا دائما أدرس وأقرأ، يعني بلاش بس حتى أسليكم. هذا الإيكونومست في شهر أكتوبر هذا السنة تقول علينا أن نقلق على مصير العالم، طبعا بيقصدوا العالم الغربي، يعني بتقول لك be afraid، لأن السياسيين لا يستطيعوا أن يواجهوا المشاكل الموجودة في الغرب ولا يستطيعوا أن يحلوها. بنفس الوقت نيوزويك نشرت على غلافها صورة الكابيتول هيل مقلوبة، وبتقول لك هكذا تنهار الإمبراطوريات. نيوزويك عم تحكي عن أمريكا، مش أنا اللي عم بحكي عن أمريكا، وهذا بعام 2009 قالت أن بديسمبر 2000 أوغست 2009 تقول أن هكذا تنهار الإمبراطوريات عندما يزيد الدين العام، وعندما يزيد العجز في الموازنة، وعندما ينخفض الإنتاج وتزيد البطالة تنهار الإمبراطوريات. بأوغست من هذا العام، بديسمبر عفوا، في هذا الشهر التايم ماجازين في أوغست من هذا العام تقول the decline and fall of Europe. ما بقولش أزمة بأوروبا، عم بقول the decline and fall، سقوط أوروبا، انهيار. إحنا ما زلنا نفتكر إنه أوروبا والغرب وأمريكا غير قابل للسقوط، كأن الله سبحانه وتعالى جعل من هذه المجموعة الغربية مجموعة أبدية. مش صحيح، التاريخ يعلمنا أنه ما في إمبراطورية تدوم، ولا في منطقة، ولا في شيء في التاريخ غير قابل. ما إحنا كنا 500 سنة نحكم العالم وراح دورنا، والعالم الغربي يقر بنفسه أنه انتهى دوره، وإحنا مش مقرين، نظن أن كل العالم هو هناك. تقارير المراكز الدراسات السرية الاستخباراتية في أمريكا تقول بأن الثروة تتجه من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، أن العالم المقبل هو هنا، من الغرب إلى الشرق، ومن الشمال إلى الجنوب، ونحن في الشرق وفي الجنوب. وكذلك كل كما يعني بتذكر دائما، بحب أستشهد بأوباما
عندما زار الصين أخيرا قال أن انتعاش الاقتصاد الأمريكي يعتمد على ازدهار الصين وآسيا، ازدهار الدول الأخرى هو ما سينعش الاقتصاد الغربي. فإذا هنا الازدهار، يعني إحنا يجب أن ندرك أننا في عالم له خصوصيته له أهميته في هذا المفترق من التاريخ ومن الجغرافيا. بهذا الكلام بقول أننا أمام فرصة تاريخية لننتقل إلى النهضة العربية، والنهضة العربية مش صعبة علينا ولا ممنوعة علينا، يعني الفرنسي والألماني وكل جنسية أخرى مش أحسن منك ولا مني، إحنا لنا نفس الجينز ونفس القدرات ونفس، وبالعكس يعني التاريخ أثبت أننا كنا في أصل وفي أساس كل ما في العالم من حضارة ومن اختراعات ومن علوم ومن ثقافات وفنون. فالثقة في نفسنا يجب أن تعطينا القدرة على أن ننتصر في هذه الفترة الانتقالية والتي هي فترة الازدهار العربي، لأنه بتوكل كلمة ربيع معناته جاي صيف وجاي شتاء وأنه هي فترة وبتمر. لا، أنا أقول وأعترض دائما على كلمة الربيع، ولأنه ليس ربيع، إحنا مش بالربيع، الربيع جاي إن شاء الله. نحن الآن في مرحلة التحول الصعب والمعاناة الصعبة والانتقال الصعب والمعركة الصعبة مع الداخل ومع الخارج، الخارج أيضا له مصالح، لا يريدك، لا يعمل لمصلحتك، يعمل لمصلحته، هذا طبيعي مثل ما أنا يجب أن أعمل لمصلحتي. يعني ما في واحد، ما في دولة خارجية تعمل لمصلحة دولة أخرى، ما في، مش يعني بكون منطق، يعني أنا بالنسبة إلي غير مقبول، بلاش أستعمل كلمة أخرى، من يعتقد أنه في دولة صديقة أو في دولة عم تعمل لخدمتي أو لمساعدتي، إذا لم يكن هنالك لها مصلحة اقتصادية بالدرجة الأولى، لأنه ما فيش مصالح سياسية، المصلحة الاقتصادية هي المصلحة السياسية، يعني القرار السياسي إما أن يكون هدف اقتصادي أو نتائج اقتصادية، ما فيش قرار عسكري أو سياسي إلا مبني على اعتبارات اقتصادية وله نتائج اقتصادية. فبالتالي كل موقف في الدنيا هو موقف لمصلحة وطنية وليس لمصلحتنا، احنا اللي بدنا ندور على مصلحتنا. هلا بالنسبة لهذا الموضوع اريد ان انتهي هنا، ولكن اريد ان اختم بان اقول هذه أمة عمل الغرب على اضعافها بكل الوسائل، الأمة العربية كلها. انا اعرف، مش اعرف بالخبر ولا بالقراءة، اعرف بالاتصال الشخصي كم كان هنالك وما يزال محاولات للتوجيه على الإعلام ولتمويل الإعلام ليتجه باتجاهات معينة والتأثير على الرأي العام العربي وتحبيط النفوس. إن أحلى كلمة إنه ما في فائدة، الأمة العربية ما فيها فائدة، قط مستقبلنا ما في مستقبل، وكل العبارات اللي تعودنا نسمعها ومنكررها، لا في مستقبل وفي فائدة وفي خير، ورغما عن الظروف الغير الصحيحة والغير مناسبة التي يمر بها الغرب، من علاقة فيها، هاي مشكلته، هو اللي عنده المشاكل، أنا ما عندي مشاكل، أنا عندي مستقبل إن شاء الله سيكون لأحفادنا ولأحفاد أحفاد أحفادنا، يكون هم ما يستحقوه وما نستحقه نحن كأمة عربية. وأشكرك سعد سفير وأشكر لبنان على كل ما أعطاني من فضل، وأنا هنا أنتهي فرصة لأقول أن فضل لبنان علي وما كونني به وما وهبني، أنا مدين للبنان كل عمري. أولا على تلبية الدعوة، دائما من المرحب فيهم في السفارة اللبنانية اللي هي أرض لبنانية، كمان بشكر كل اللي عاونوا واللي حضروا، كمان وجوه طيبة وكريمة، وشكرا أيضا على كلامك فعلا عن الذي يدل على الوفاء الكبير. الوفاء بده شجاعة يا معالي الوزير، وأنت من الشجعان، وأصبح نادرا اليوم.
أنا عندي سؤال أو تساؤل. صور كثير عم ينحكى بالموضوع اليوم، أشرت في معرض حديثك عن الربيع العربي أو الأرب سبرينج أنه سميته النهضة. نهضة طبعا هي يجب أن تكون بالبداية نهضة فكرية اجتماعية قبل أن تكون نهضة مادية. اليوم اللي عم نشوف من خلال بعض الدول اللي حصلت فيها الأحداث وسقطت فيها أنظمة وزعماء كبار كان لهم دور، شئنا أم أبينا لعبوا دور ودمروا مرحلة معينة من تاريخنا في الشرق بوجوده. تفضلت وقلت أنه لك ثقة كبيرة بأن هذه النهضة ستستمر وأن التاريخ واضح وأن الدور آت للجنوب. نحن ما يهمنا هو منطقتنا العربية. صحيح. الملاحظ اليوم أنه الأنظمة التي سقطت تأتي بعدها أنظمة فيها شيء من التوجه الديني، لا أقول أن أنظمة تعتمد الدين. السؤال هو هل تعتقد أن هذه الأنظمة التي تعتمد الدين أساسا بشكل أو بآخر، سواء كانت أنظمة معتدلة أم متطرفة لا فرق، إنما تعتمد الدين وعلنا في نظامها، هل تعتقد أنها مؤهلة لقيادة الإنسان العربي والشباب العربي وأنها ستؤمن المناخ المناسب والأرضية المناسبة لهذا الشباب لكي يزدهر فكريا ويعبر عن طموحاته وتطلعاته بشكل يحمل المنطقة وينقلها من وضع إلى آخر كلنا ينتظر؟ وشكرا. يعني هذا أصعب سؤال. أصعب سؤال بس رح أرد عليك لأنك تعطيني فرصة لأن أدخل في موضوع هام ولا يتطرق له الكثيرين. إذا درست من قاموا بهذه الحركات سواء كانوا في ميدان التحرير أو في تونس من شباب، ولا واحد منهم تكلم بالدين، تكلموا بالحقوق بالحرية بالاحترام بكل ما المبادئ اللي انت بتحبها. استيلاء بعض المنظمات التي لها توجه ديني في هذه المرحلة الانتقالية هو لسبب واحد، ليس لأن الشعب كله يريد ذلك، إنما لأنها جماعات منظمة. وليش منظمة؟ لأنها كانت مضطهدة. يعني أنا بقول دائما من نعمة المعاناة هذه المنظمات لأنها كانت ممنوعة ومحاربة ومسجونة، وكانت منظمة الآن وجدت فرصة لها لتخرج أمام 90-95% من الشعب الغير منظم. فهي فرحلة فقط مرحلة انتقالية في عصر المعرفة وفي عصر الشباب، لا يمكن أن يسود إلا المنطق الغير ديني، إلا في معنى الدين أنه علاقتي بيني وبين ربي وبيني وبين كنيستي ومسجدي. أما في الدولة لن يكون هنالك. إحنا هاي مرحلة، يعني الانتخابات الجاي ستنظم هذه الفئات الشبابية نفسها والتي هي ليست متطرفة أو متدينة، إذا كان نسمي هذه متدينة أو متطرفة، وتأخذ مكانها الحقيقي. هي مرحلة انتقالية. الآن حصل فجأة فراغ، هذا الفراغ في هيئات وجمعيات منظمة استطاعت أن تسيطر على الموقف. في المرحلة الثانية سيكون حصل تغيير وحصل مجتمع من الأكثرية التي هي من رأيك ومن رأيي، والتي تقول أن الدين هو المعاملة، أن الدين هو الخير، أن الدين أن الله عند الكنيسة وعند المسجد نفس الرب، وأن الدين هو بينك وبين أسرتك وقلبك وضميرك وربك. أنا لست إطلاقا قلق،
وإذا كان حاولت هذه الأنظمة التي تميل إلى التدين أو السيطرة الدينية أن تفرض مفاهيمها، سينقلب عليها الشعب، مش هيقبلها، لأنه إحنا بطبيعتنا شعب نحب راحتنا، نحب رفاهيتنا. الشعب العربي من الشعوب اللي تحب دائم. طب يا سيدي، لما جاء الإسلام، مش الإسلام حركة دينية؟ مش محمد قام بحركة دينية؟ ماذا حصل بعد محمد؟ وين الليالي، ليالي شو بسموها، ليالي الملاح، الملاح، وين السلاطين والسلاطين والسهر والقصور والحياة الراغدة، ألف ليلة وليلة. هذه تبدأ العملية بهذا الأسلوب المنظم، ثم يأتي دور الأكثرية التي تريد أن يكون المجتمع للجميع وبنفس الاحترام والقيمة للجميع. شيء كثير من التفاؤل معلين، ونحتاج تفاؤل. هل تعتقد أنه هالأمور ستتطور تلقائيا أم سنكون بحاجة لثورة أخرى؟ يعني بناخذ اليوم تونس، تونس بالأساس مجتمع ألماني غير ليبيا، ومع هيدا وراحوا على الرفرندوم، راحوا على صناديق الاقتراع، وحزب النهضة أخذ 50%. هذا في مجتمع يعرف جيدا أنه مجتمع ألماني أمضى فترة طويلة. نفس كان هيدا في تونس، شو القول ب مصر وليبيا وكل يوم؟ هل سيكون التطور تلقائيا أم سنكون بحاجة لثورة أخرى؟ يعني يمكن والتاريخ يعيد نفسه، يمكن ننتقل من ديكتاتورية إلى أخرى. أنا غير متفائل، يعني لا، أنا بديك تتفائل معي، بديك تتفائل معي لأنه هذا الشعب في خير. وأنا أقول أن هذه مرحلة، برجع بكرر السبب فيها ليش بتونس، لأنه كان هذول محرومين وممنوعين ومضطهدين. كان اللي بروح على المسجد يسجلوا اسمه، يستدعوه اللي رايح بالليل على صلاة. طب ما هذه ردة الفعل، أنه أنا الآن أصبحت أستطيع أن أتكلم وأقف، وأنا منظم وأنا جماعة. إنما لا يعني ذلك الشعب التونسي، أنا عايش معه وبعرفه، الشعب التونسي لا يمكن أن يقبل أن يعيش في نظام متدين. كان ضد كل الناس اللي مش من رأيهم، مش بس المتدينين، كان في غير المتدينين. اسمح لي أعلق على الموضوع بس بشكل بسيط. موضوع تونس إذا رجعنا له يا إخوان، منلاحظ كان في 10 كراسي في هدول مخصصين للشعب التونسي بفرنسا. حزب النهضة أخذ 4 من أصل 10. نعم. والسبب هو الاضطهاد الديني الأخير اللي حصل بفرنسا مقابل هدول المجموعة. صحيح. بس تأكيدا اللي تفضل فيه الدكتور طلال، بحب نرجع كمان للتاريخ كمان دور، ونطلع على أوروبا بالتحديد. أوروبا بالمرحلة الانتقالية مرت في مرحلة سيطرت فيها الكنيسة. نعم. لدرجة أنه كلنا بنعرف بالتاريخ أنه الكنيسة وصلت إلى مرحلة بدها تدج بضرائب، فبدأوا يبيعوا صكوك الغفران. يعني اللي كان يخطئ يجي يشتري صك غفران يدفع. صحيح. خلص غفروا عنه. طبعا هذه حقبة مروا فيها، لكن بالأخير يعني هيدي دارك ايجز، مش مرحلة انتقالية. لا، هي مرة، هي كانت مرحلة الثورة. يعني بعد الثورة الفرنسية ما في مرحلة انتقالية. صحيح. واخر يعني اليوم هم في شراك رفض. لا، شراك شعب. بالرغم من إصرار الفاتيكان والبابا بولو حنفلس الثاني اللي معروف، رفض أي إشارة حتى إلى الجذور المسيحية لأوروبا في الدستور الأوروبي. كان كثير كاتيجوريك. اليوم أي شيء نعود ننتقل من دعسة ناقصة إلى أخرى. هذا ما أخشاه. أنا لا أؤكد، إنما ما يبدو وما يظهر وما نحن قادمون إليه لا يبشر الخير. أنا غير متفائل، يعني اسمح لي إن شاء الله. أنا يعني أحترم هذا الشعور وهذه الوجهة النظر، ولكن منطق التحول يقول بأن التحول لا يتم بتكبس كهرباء وتضوي. وأرجع أؤكد أن السببين الرئيسيين لما يحصل الآن هو أولا أن هذه الجماعات كانت مضطهدة ومضغوطة
ونظمت نفسها لتقاوم، فلما وجدت الفرصة استطاعت أن تمسك الأمور. ثانيا أن هنالك فراغ يجب أن يعبأ، اللي بيعبئه هو الذي يستطيع أن ينظم ويشغل. فهي عبت هذا الفراغ. ما فيش لما بيجيك 80% من الشعب مش منظم ولا داخل في حزب ولا في أحزاب، ما كانش في أحزاب إلا يا الحزب الحكومي في تونس أو الحزب الحكومي في مصر. طب احنا كيف ممكن أن نتفق كمجموعة ونأتي بنائب اللي يرضيك؟ ما فيش آلية، هذوك عندهم الآلية أن يجيبوا الناس، ولكن هذا الموضوع مرحلة انتقالية إن شاء الله. ما وصل 50%، ما وصل أقل من 40%، وهذا لا يمثل رأي الشعب. أنا عايش مع أنا تونس لي علاقة وثيقة فيها ومجتمعها ومكتبنا هناك. الشعب التونسي 99% منه غير متدين، والحرية اللي فيه أكثر من لبنان. أنا فكرت لبنان، أكثر من لبنان، أكثر من لبنان. يعني الشعور الحرية للمرأة خصوصا، هذا البلد الوحيد اللي أنا بعرف فيه إن المسلم ممنوع يتجوز أكثر من واحدة قانون. تفضل. نتشكر سعادة الدكتور على حضورك، نتشكر سعادة السفير الأستاذ شربل والجالي اللبناني على دعوتي. أنا بدي أحكي لسعادة السفير بس يكون صدره واسع، إحنا نحكي عن امتحان التوجيهي هو المقياس لدخول الجامعة، أو المقياس الوحيد حاليا النسبي لدخول طالب وعدم دخول طالب. بالنسبة للربيع العربي أو اللي حكى عنه سعادة الدكتور اللي هو النهضة العربية، خلينا ننتبه مع الدكتور إنه النهضة العربية، شو هي وسيلة غير صناديق الاقتراع اللي بتكون وأشرف عليها مراقبين من أوروبا ومن أمريكا ومن منظمات المجتمع المدني، وصفوها بأنه نحكي عن حزب النهضة، حزب راشد الأنوشي، نهضة 40%. أنا لا أتفق مع مدى راشد الأنوشي، أنا مع العلمانية، بس إذا نذكر بطريقة موضوعية شو في أفضل من صناديق الاقتراع حتى يحدد إنه هاي الجهة تستلم أو ما تستلم الحكومة؟ في بديل عن صناديق الاقتراع؟ حتى النهضة العربية اللي حكى عنها الدكتور إنه شعاراتها كرامة، ديمقراطية، حرية، هاي واحدة من وسائل الديمقراطية إنه في عندك صناديق اقتراع، وبدخل الناخب أو المتابع بدون أي ضغوط نفسية أو مادية، وبيقتنع بصوته عن قناعة داخلية. أعتقد إنه من الثبات اللي صارت في تونس، طبعاً هاي لا تمثل البرلمان، هي عبارة عن مجلس تأسيسي لصياغة الدستور في مرحلة انتقالية. إعطاء الشعب التونسي 40% لحركة خلينا نحكي عنها تسموها الإسلام المعتدل، حتى لو كان 99% من الشعب التونسي علماني نتيجة حكم زين العابدين اللي استمر فترة طويلة، وإحنا كل الشعوب العربية زي ما تفضل الدكتور بندور على الرفاهية وعلى الحرية. إحنا سيدي أنا بحكي كمسلم سني، إحنا كل واحد مسؤول عن نفسه عن قناعاته، بعكس أي مذهب ثاني في مسؤول بحدد لك إيش تعمل. حبيت أعقب على كلام سعادة السفير، طبعا النقطة بعيد سعادة الدكتور إنه لما الحكومات تضغط على أحزاب معينة وجماعات معينة وبتكون تشتغل بالخطة وبالمخفي، الشعوب عادة تتعاطف معها، بس بعد فترة خلينا نحكي عن حماس، صناديق الاقتراع جابت نسبة عالية جدا، مش لأنه حماس متوجهها الديني جيد، لأنه الطرف الثاني اللي كان نادر ضدها حركة فتح كانت تعاني من فساد وجربوها ورسلوها إنه ما في أي نتيجة إيجابية، حبوا جربوا الجهة الثانية. هلا أنا متأكد أو متأكد إنه لو صار انتخابات حماس ما راح تأخذ الأصوات اللي أخذتها في الفترة السابقة. صحيح. سؤالي اقتصادي، أنا زلمة طبيب وبتابع الاقتصاد، بدي أسأل سعادة الدكتور، بنحكي عن الأزمة العالمية من 2008 سببها
الرهن الاقتصادي العقاري والمساكن والامور كان يعطوا قروض وما قدروا يسددون الحكي. الازمه الماليه حاليا منطقه اليورو. يعني انت تفضلت في كلامك حكيت انه اسبانيا دوله على شفير افلاس علما انه وسط اقتصادها بانه يساوي كل اقتصاديات الدول العربيه مجتمعها. وسمعت عن تشوب في البرتغال وفي اليونان افلاس وفي ايطاليا وفي ايرلندا. بدي اسال حضرتك سؤال اللي دائما براود ذهني. احنا بنحكي عن اوروبا كمجتمع حضاري، دوله مؤسسات مش مربوطه باشخاص. اين اجهزه الرقابه الماليه خلال السنين الماضيه اللي سمحت لدوله زي اليونان ودوله فاعله بالاتحاد الاوروبي انها توصل لهالمرحله هاي من العجز في الميزانيه وتراكم الديون؟ وين كانت المؤسسات الرقابيه؟ شو دور الاقتصاد العالمي والمؤسسات اللي بتغنى فيها وبنحكي انه هاي مؤسسه دوله مؤسسات مش مبنيه على اشخاص، هاي عباره عن سياسات. انا بتفاجئ وين النقطه او اللاند مارك انه والله بالفتره هاي كانت امور ماشيه تمام وبعدين صار الكيرف عمله وصفته بالانحطاط. السؤال الثاني كاقتصادي، خلينا نبعد عن معاني السياسة وحركة النهضة العربية هاي والكرامة والحرية والديمقراطية. أنا كرجل أعمال وأنت حضرتك كاقتصادي، إيش بتفسر؟ خلينا نحكي عن الثورة السورية وسامحني الأستاذ شربل لأنه لبنان وسوريا وضعهم معقد ما بدي أدخل بالسياسة، أنا بدي أحكي عن تجار حلب تجار دمشق. ليش دمشق وحلب ما شاركوا خلينا إذا بدنا نوصفها بالثورة السورية؟ لأنهم أنا وجهة نظري لانه راس المال بيحبوا الاستابيليتي، انا بحب الاستقرار. انت طمنتني دكتور سعادتك وحكيت انه ثلاث اربع سنين، هاي الاربع سنين كرجل اعمال هذا راح ينعكس على شغلي على استثماراتي. ايش اوكي انا مع الجانب المضيء من النهضه العربيه انه يكون في عداله في مساواه في حريه في كرامه، بس في المقابل انا كرجل اعمال تعبت على فلوسي على استثماراتي. انت هل تشعر بالخوف في هالثلاث أربع سنين ولا لا؟ بشكل جدا. شكرا. خليني أخذ أول أضيف، أنا مع اتفاقي معك في الجزء الأول من الحديث. أنا أضيف لكل اعتبارات المساواة والديمقراطية وصندوق الاقتراع احترام الأقلية. أنا بنظري العنصر الرئيسي في الديمقراطية هو حفظ الأقلية. يعني كون هنالك أكثرية تريد أي شيء يجب أن لا يكون على حساب الأقلية. فهذا أيضا من المعايير اللي أنا في نظري هو تعريف الديمقراطية، أن الأكثرية تحترم الأقلية. الدول الأوروبية، أنا عندي خريطة تانية بس أنا ما حدش بش أتظر، هاي الخريطة بتفرجي تركيبة الديون الأوروبية. الديون الأوروبية فيها وضع بنسميه بلبنان تركيب طوائي، تلبيس طوائي. يعني بتلاقي ان اي خمس الناتج القومي الفرنسي، خمس الناتج جي دي بي الفرنسي مديونه في فرنسا لايطاليا، ايطاليا مديونه فيه لفرنسا، ايطاليا مدينه بتريليون ونصف لدول اوروبيه اخرى. اليونان ولا شيء، عمليه افلاس اليونان ما لها مشكلة، المشكلة لما يفلس إيطاليا، وإيطاليا راح تفلس سنة 2012. عندما تفلس إيطاليا الكارثة ستصيب كل دول أوروبا، لأنه أنت عم تحكي إيطاليا مديونة 1.5 تريليون مش مليار، 1500 مليار. إسبانيا مدينة بأكثر من تريليون لدول أوروبية أخرى. ثلث دين البرتغال هو لإسبانيا. أنا يعني كل واحدة من الدول البين الثانية أنا مفلس وأنت مفلس، أنا بعطيك فلوس بتعطيني فلوس. اللي حصل أن سبب هذا الكلام سواء في أوروبا أو في أمريكا أو في الغرب عموما، أنه أحد عيوب الديمقراطية السيئة اللي موجودة اللي هي صندوق الاقتراع اللي احنا نوافق عليه من حيث المبدأ، ولكن عندما يكون صندوق الاقتراع هو منافسة بين السياسيين لرشوة الشعب. باجي انا بقول بدي اعطي الشعب ميزات الثانيه عشان ينتخبوني، المنافس تبعي بيزيد علي، وبالحمله الانتخابيه القادمه بيزيدوا على السابقه،
وأصبحت الدول تعطي شعوبها الحكومات أكثر من إمكاناتها. عندما استلم الحكم بوش الصغير، انتم تسموه بوش الابن، انا بسميه بوش الصغير. بوش الصغير عندما استلم الحكم كان الدين العام الامريكي 5 تريليون. امريكا كانت مديونة للعالم بخمسة تريليون. عندما سلم الامانة الى اوباما كان الدين العام قد اصبح 10 تريليون، من 5 تريليون ضعفوا الاخ. اوباما اليوم سوى 15 تريليون. امريكا مديونة على حسب القرار، على حسب تصريحات وزارة المالية الامريكية التريجري، انه الدين الامريكي 15 تريليون اي يعادل الناتج القومي الامريكي، ولذلك زادوا سقف الدين الى 100% ليصبح مع متفق مع القانون الامريكي. ولكن خذ مني، الدين الامريكي الحقيقي ضعف هذا المبلغ، يعني 30 تريليون. وهذه مش ارقامي انا، هذه ارقام مكتب